ترند جديد للكاب كات، ازاي تحول الفيديو بتاعك من جودة اتش دي لجودة 4K HDR. زي ما انت شفت في الفيديو احنا بنعدل بعض التعديلات على الفيديو وبنوصل لمرحلة ال HDR. ال HDR اللي هو High Dynamic Range، اللي انت بتوصل لأعلى نطاق من التعديل والألوان والساتوريشن اللي انت بنظبطها على الفيديو. ده الفيديو اللي احنا هنشتغل عليه. انا طبعا قصيت منه، خدت الجزء اللي انا حابب اشتغل عليه. اول خطوة هتضغط على الفيديو، بعد كده هتنزل تحت، هتدخل على الادجاست او التعديل، بعد كده هنختار الجرافيكس. اول حاجة انت هتعملها في الجرافيكس اللي انت هتعكس الشكل ده، يعني هتاخد النقطة اللي على الشمال تطلعها فوق واللي على اليمين هتنزلها لتحت لحد ما يكتب معاك 255 على 0. بعد ما تخلص بتضغط على السهم اللي فوق على اليمين، تضغط على علامة الصح، والفيديو بيكون معاك بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده هتضغط على السهم اللي تحت على الشمال، بعد كده هتختار effects ومنها هنختار video effects، بعد كده هنختار من فوق lens، هتنزل تحت في الاخر هتختار blur، تضغط على علامة الصح، بعد كده تسحب لاخر الفيديو، بعد كده اضغط على adjust عشان نعدل البلور ونسحب البلور للاخر، تضغط على علامة الصح. بس ده الفيديو زي ما انت شايف. دي الخطوة الاولى اللي احنا بنعملها. بعد كده هتعمل استخراج للفيديو بجودة عالية، هنضغط على علامة السهم اللي فوق على اليمين، بعد ما يخلص تضغط على السهم اللي فوق على الشمال، بعد كده تضغط على علامة السهم اللي فوق كذا مرة ورا بعض لحد ما ترجع لبداية الفيديو، يكون الفيديو معاك بدون اي تعديل. بعد كده هتضغط على علامة السهم اللي تحت على الشمال، بعد كده تضغط على overlay، بعد ما تختار الفيديو اضغط على add، هتيجي على الفيديو اللي في الشاشة وتكبره بنفس مقاس الفيديو. بس كده بالشكل ده كده عندك الفيديو اللي فوق الاصلي والفيديو اللي تحت اللي عدلناه. الخطوة اللي بعد كده تضغط على blend وهتختار bird وتخليها يعني كويس، لو خليتها 35 اضغط على علامة الصح، ديك شايف الفيديو اتغير. الخطوة اللي بعد كده هتضغط لعلامة السهم وترجع وتضغط overlay، بعد كده هتحمل اي صورة بيضة بخلفية بيضة سادة بدون اي شيء، بعد كده تضغط على add وتنزل الصفحة البيضة. دي بتعمل ايه؟ بتدي زي اضاءة قوية للفيديو، هتخليها معاهم من الاول وتسحبها لحد الاخر، بعد كده هتضغط على الخلفية البيضة وتكبرها اكبر من الفيديو، بعد كده هتختار برضو البليند عشان نختار البليند مود ونخليه overlay ونخليه 85، تضغط على علامة الصح. تعالوا نشغل الفيديو مع بعض ونشوف. زي ما انت شايف هتلاقي ال HDR او ال High Dynamic Range اتطبق على الفيديو. فاضل لنا خطوة واحدة بسيطة جدا، تقف على الفيديو الاصلي اللي فوق، بعد كده تجيب ال Adjust ونعدل على درجة التشبع والألوان على الفيديو. ال Brightness هنعليه شوية، Saturation نعليه شوية الألوان، وال Sharpen برضو تعليها شوية، الهايلايت هنقلله شوية، الشادو هنعليه. بس كده انا مرضي بالنتيجة، وتضغط على علامة الصح وشوف الفيديو. اكيد واضح الفرق الكبير ما بين الفيديو الاصلي وبعد التعديل تحويل الفيديو ل HDR. اديك شايف الالوان بشكل عامل ازاي للفيديو. في الاخر بتضغط على علامة السهم اللي فوق، تعمل اكسبورت بأعلى جودة للفيديو. وفي النهاية لو استفدت تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشترك عندي في القناة، وادخل شوف المحتويات اللي فاتت اكيد هتستفيد. شكرا ليكم، اشوفكم على خير. كان معاكم أسامة رستم، سلام عليكم.